فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للراتبة التي قبل صلاة الظهر، هل يجوز أن تكون 4 ركعات بسلام واحد؟ إيه يجوز، في النهار يجوز سرد 4 ركعات بسلام واحد، إنما صلاة الليل مثنى مثنى، ما يجوز سردها مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. ثم يقول في بعض الرواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فترك هذا ما في شك أنه أحسن وأحوط. نعم. ويقول حفظك الله: وإذا كانت بسلام واحد هل له أن يشبهها بصلاة الظهر؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما يشبهها بصلاة الظهر، يعني يجلس تشهد الأول، لا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.